بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن تبعه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة هو أنني هذاك اللقاء بغيته، ولكن إذا سلمنا بك شوية نمشي. لا ما سلمناش بك ديك الساعة، شي بس ما كاين، ولكن لأن ملي قلت للمرأة ما تسناونيش صرفوا لي تعبروا على الأسف ديالهم قبل الحل. تعرف أنا رجل يعني عندي حساسية مفرطة. واش هذا كيسجل السيد؟ طيب. إخواني أخواتي مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مناسبة شرط، نحن بصدد شهر رمضان. قبل بعد ما نهضر على شهر رمضان كنشوف بعض الإخوان والأخوات اللي رافقوني منذ البداية فيما أذكر. الحمد لله باقي معي، يتقبل النوم، نوم سي العسكري. ما عرفتو فين كنتي غابر هاد المده كلها هي. سي احمد ايت العسكري، ايت العسكري، ايت العسكري. طبعا لما نهضر على سي حسن وفلوس، لما نهضر على الاستاذه كلي لا سميتها رشيده المهندسه المحترمه، ما بغيتش نطير انا نقول لها غتكوني شديتي حتى انت لا ريتريت، غيعرفوا بلي عندك 60 عام ولا اكثر. وكل هذاك 3 سنين كتقولوا كل عليك الله يسعدك انت اللي جبتيها لينا، يقولوا آه. آه الحمد لله. علاش نقول لكم رمضان؟ لأنه رمضان هو رمضان. إذن رمضان مبارك سعيد عليكم، رمضان مبارك سعيد على أمتنا المغربية، رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية كلها، رمضان مبارك سعيد على إخواننا في فلسطين. ولكن نقول لكم رمضان لأنه الوقت اللي كنا في البداية ديال الحركة وديال الدعوة كنا كنستعدوا لرمضان في الحركة، تنتكلم تنستعدوا لرمضان واحد استعداد يعني كبير، وتنديروا يعني منشورات وتنصحوا الناس وتنشروا أحاديث وكنشروا فيقه إلى آخره. وهذا الشيء راه ماشي يعني كان يصلح لنا في الحركة ولا يصلح لنا في الحزب، إنه يصلح لنا في كل شيء. وتيخص هذا الروح ترجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا الشيء عنده شيء واحد، متعلق الأمر بالقيام بواجب الدعوة أو بتبليغ القرآن الكريم أو بالجهاد في سبيل الله أو بالدفاع عن مبادئ القيام، كل شيء كان عنده شيء واحد. ونحن نحاول ومستطعنا أن فما نقول لكمش على مستوانا الشخصي نطبعوا أوراق، لأن كاين التخصص الصحيح كاين الحركة، ولكن الحركة كيمكن لها هي تولى الطبع ديال الأوراق ولا تعمل أشرطة ولا في رمضان، لكن حنا نروجوها، حنا نروجوها ونحركوها ونشكل الناس معنا فيها وإلى آخره. لأن الإخوان هذا الكلام اللي تنقول عليه المرجعية هو واحد الشيء كبير بجميع المعاني، ولكن المعاني الكبيرة والأجر عند الله والدخول إلى الجنة وإن شاء الله وهذا كله كلش تعرفوا، كنت عارفوا أنتم بالخصوص، لكن كاين واحد المعنى يعني مهم جدا كذلك، هو أن هذه المرجعية الإخوان هي في الحقيقة في نفس الوقت التي نرجو أنها تكون عتقا من النار، هي كذلك عتق من الشقاء في هذه الدنيا. فقد تكونون واعين أو لا تكونون لا أدري حين تقومون بدعوة شخص ويستجيب لكم ليلتحق بالركب في الحقيقة، ولأنه هذا الركب الذي نحن فيه، يعني أنا الذي أذكر أنا كنت دائما مسلما وكنت دائما متدينا بعض الشيء، وإلى حد الآن أنا ما زلت متدينا بعض الشيء، حاولت نولي متدين حقيقي ما هذاك الشيء اللي كاين في الكتب واللي عند الصحابة رضي الله عنهم ماشي جرفضة، ولكن الحمد لله. ولكن كاين واحد الحاجة أساسية وهي أنه منذ التقيت بهذه الحركة وانتسبت إليها يعني الذي تغير عندي هو أخذ الإسلام بجد، هذا هو المهم. حيت كل شيء الحمد لله لا من أبى شيء، كاين شيء بعض الملاحدة ولا الكفار ولا المشركين ولا الضالين ما عرفت، ولكن عموم المغاربة مسلمون وعموم المغاربة يصلون ويصومون ويصومون أكثر ما يصلون، الذين يعني يصومون تقريبا الجميع، والذين يصومون أقل شوي، ولكن كاين بزاف، ولكن تنتعجب نهار الجمعة كنقط من الطريق جايين كنتعجب في الحقيقة. فهاد القضية هذه هاد الأخذ ديال الدين بجدية، والإنسان كيولي كيعطي الصلاة الأهمية ديالها والصيام الأهمية ديالو، ويجي للجامع يصلي وحرص ما يضيع ولا وقت، حتى إلا ما وصلش في الجامع كيصلي في الدار، ولا ما وصلش في الوقت ولا ما وصلش في الوقت كيصلي قبل ما يفوت الوقت إلى آخره، وتيقرأ القرآن وتيحضر الدروس والجلسات وتيقرأ الكتب وتيحفظ ما تيسر من كتاب الله.
هذا كله كيخليه ياخذ الدين بجد. وهذا الاخذ ديال الدين بجد في واحد 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 الفائده يعني كبيره بزاف. شنو هي الفائده الاخوان المحترمين؟ الفائده هي هذه، هي انه هو كياخذ الدين بجد، ولكن الدين كيعطيه بدون حساب. الدين يعني كيذكروا باش يعيش في الارض بسلام، باش يكون صادقا، باش يكون يعني باش يوفي العقود، باش يوفي العهود، باش يعني وهذاك الشيء كتكون عنده احسن نتائج في حياته. ولهذا ستلاحظون ان عموم اخواننا واخواتنا يعيشون بسلام على الاقل. يعني اذا ما قدرناش نكونوا الانسان اللي يعني يشبه الصحابه رضي الله عنهم كاع يعني، او لا ما استطعناش نديروا هذا الشيء بزاف، ولكن عموم الاخوان الحمد لله، غير زعما شوفوا غير اجتماعيا، شوفوا الاولاد ديالهم، شوفوا الحمد لله الوضع العام جيد. انا كنت كنتابع غير الدراري، كنلقى ولاد الاخوان في واحد الوقت اللي كنت انا متبع هذا الشيء، كنلقاهم تبارك الله غالبا تيكونوا متفوقين في الدراسه، وتيكون الحمد لله ما تيمشيو للمخدرات لا كذا. بيضرب حال كلمه الحالات مؤسفه، ولكن ماشي، ولكن كاين اكثر من هذا، هو ان الانسان في هذه المرجعيه الاخوان يعني الله سبحانه وتعالى بحال داير له داك لابويد السلطاج، عنده تيعوم شومبرير صحيح. يعني دابا يعني ملي كيوقع مصاب شي يقول لنا الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، آية فيها بلسم غير كتسمعها كترجع الله، لكي لا حاجة فاتك صلى على النبي، ولا تفرحوا بما أتكم. هذاك الإنسان اللي كيبالغ في الفرح تتكون عنده يعني خيبة أمل من بعد وكذا إلى آخره، والله لا يحب الفريحين، دوك اللي كيبالغوا إلى آخره. واحد النهار كان نقرأ القرآن، قال الحمد لله كما كنت دائما عادتي وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن ذاك النهار كنكتشف في القرآن الكريم كنز، عمرك شفتي كنز؟ كنز خشي يديك بدا تهز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كنز، إذا اجتهدتي أنت باش تتق الله، اجتهد باش، وما قالش شي شرط آخر، ما قدرش تمشي للسوق بكري، ولا قال تجيب الدكتوراه بمونسيون بيان، ولا قال حتى حاجة من هادشي، قال ومن يتق الله. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في حياتك كلها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنه إذا اتقيت الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعد هذيك مخرجا ربما أنتم دابا ما تشعروش بها بزاف، أنا اللي كنت في السجن في الدرب الولي الشريف، حنا الحمد لله ما كناش بزاف في الدرب الولي الشريف، بقينا شي 3 شهور وقيلا، ولا من 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 12 يناير إلى 25 مارس إلى ما كنتذكر. اللي كان صعيب في الدرب الولي الشريف 1982، يعني اللي كان صعيب في الدرب الولي الشريف هو أنه ما كتعرفش واش غتخرج ولا ما غتخرجش، ولا ما بقاش غتخرج، دونك تتسناو الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة حتى الوقت ديال خروج الموظفين. حتى ديك الساعات كيكون عندنا امل، الجمعه الى وصلت السته وما تنفقدوا الامل، السبت لحد ما كيجيش فنحن في حاجه الى مخرج، ما حناش عارفين واش غنبقاو شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين ولا 10 سنين، ما كناش عارفين. داير هذاك السيد اللي استقبلني النهار الاول قال لي سير السيد كيران حتى دار معي واحد الحوار طويل، قال لي سير حتى يجيب الله الفرج، او لا تمشي للحبس او تمشي للمحكمه، يضربوك شي 5 سنين ديال الحبسيه، بقينا شهرين ولا شهرين. داير من بعد منا تشدوا ربعه ديال الاخوه الاخرين ديالنا الا كتعرفوهم، وما عندهم والو حتى هما، غير شي حاجه تلاقاو مع شي اخوان قدام في الشباك يرتبوا معاهم باش يلتحقوا ولا شي حاجه بحال هكا. 10 سنين الحبس، العربي ملاحظ وريفلا و عبد الله العماري و واحد واحد البلكرد، عبد الله البلكرد، اربعه ديال الاخوان، 10 سنين ديال الحبس والو ما عندهم، هذوك ديالنا ثلاثه بالخصوص، واحد شويه متفلت، ولكن ف والقران الكريم الاخوان ماشي 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 كنز واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الا تتقراو يعني. وهذا ولكن دابا ملي الانسان تيوقع له مصاب لا قدر الله بحال اللي قلنا قبل، وتيتفكر نظرا لانه متدين، كاين اشياء شائعه بين المتدينين كثيرا لما كانوا المغاربه كلهم. الله تعالى كيقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني مجرد انه اذا وقع مصاب، حيت ما تنساوش اللي راه كاين هذا الشيء كيدفعوا كينتحر، وكاين اللي كيبقى حزين سنوات. الاوروبيين كيعرفوا هذا الكلام، تيقول جوني بونكور في مون دوي، يعني با مات هذه 5 سنين وانا باقي حزين عليه وعايش هذه الحاله هذه النفسيه. فهذه المرجعيه الاخوان هي اذا شئنا ان نقول نعمه من الله وخير وبركه، والتمسك بها. الله تقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني ما دارش بالمقابل تطلع الجبل تبقال وتبقى كتعبد وتحنت 70 عام ولا لا، قال كتقول جوج كلمات اللي كتقولهم كيبرد الخاطر ديالك وكترجع الله سبحانه وتعالى، وكيولي ذاك المصاب تيولي بشرى. راه شي صحيح حتى باش يعني يتحقق منه الانسان، ولكن هذا اللي قال وبشر الصابرين الذين اذا. ولهذا هذه القضيه الاخوان ديال وهذا الشيء دابا اللي تنقولوا بون بغيت نبقى نذكر لكم ما غنساليش، ولكن دابا انا كتعرفوني من نهار اللي مات السباع، وانا في الحقيقه حزين رغم انه الحمد لله احنا اتقوا
بان ما ندري، ولكن اشك فوق تنقرا الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اذا تسيبها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما نضله الا في سبيل الله، انسنا لله انه حي عند ربي، تنامل هذا الشيء انه حي عند ربي وانه يرزق عند ربي. وكنزيد كنقرا عند ربي يرزق، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كنقول ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى احنا اللي جايين بعد منه ربما ملي نمشيو عند الله تعالى غادي نلقاو نفس واش هادشي عنده ثمن، هادشي كنز ولا ماشي كنز، هادي كنوز وكنوز وكنوز، فهمتيني ولا لا؟ ومزيان الاولاد يتعلموا هادشي ويحفظوه ويعرفوه، لانهم اللي كيتعلموا هادشي ويحفظوه ويعرفوه القران الكريم تيعيش معاهم الزمان، تعيش معهم الزمان، تعيش معهم يعني الوقت، تعيش معهم. وفي بعض الاوقات هادشي كيتيسر اكثر من غيره، في رمضان يتيسر اكثر من غيره، في رمضان تاتي روح ايمانيه يعني عجيبه في الحقيقه، حتى علينا نحن اذا شئتم ان تقولوا مثل الله كنشعروا بالاستعداد العباده اكثر والى اخره. احنا كنجربوا نصلي في رمضان، كنمشيو للجامع اكثر من اوقات اخرى والى اخره، وربما نطلع للتراويح تنصوموا بكل سعاده، واخا خاص الصيام تيكون عندنا صعيب بالبدانة، ماشي انتما اليوم الاولى ولا هذاك الادمان انا تنا من المدمنين غير ديال القهوه ماشي ديال شي حاجه، ماشي ديال شي حاجه صعيبه. فالحمد لله يعني فهاد الشيء الاخوان راه زعما يعني هذا في العمق هو اللي كاين. دابا عاد انا جاي كنسمع الابو زيد كيتكلم لنا، راه كيتكلم هنا يعني كيتكلم على غزه، مادام انتم كتكلموا على فلسطين كيتكلم على غزه. قال هاد الناس هادو اللي بصدوا هاد الوقت هاد الشيء، زعما راه ماشي هاد الشيء. قال من الامور اللي دايرين ما يمكنش تدخل القوات الخاصه ديال القوات ديال حماس حتى تحفظ القران الكريم، تحفظه عن ظهر قلب. وقال باللي هذاك الرئيس ديالهم سميتو خالد مشعل، خالد مشعل كان هو الرئيس ديال القوات الخاصه شي وقت ولكن ما حافظش القران، وعنده 50 عام جاي يحفظ مع اجداد، جاهد نفسه وتفرغ وحفظ القران عن ظهر قلب، ودوزوا ليه الامتحان بالزوم، شي اسمه دابا دوزوا ليه الامتحان بالزوم، وملي دخل في الوقت ديال المرسي ملي دخل عاودوا ليه الامتحان، قالوا لي هذاك الزوم مادام دابا دخلتي ما خدامش، خصك الامتحان حضوري، خصك الامتحان حضوري، ودوزوا ليه الامتحان. لان هذا الانسان اللي كيقرا القران الكريم وعنده حاله المعاني، هذا الشيء اللي قلت لكم غيظن من فين القران الكريم، وكله خير وبركه وانتي لله كل حاجه قريتيها حصلت. انا يعني كنعيش واحد المرحله ديال الحب والتجاوب مع القران الكريم ما عشتش من كل صراحه، لانه ملي جا داك الكوفيد دار فينا خير، عطينا الراس القران ما كاين ما يدار ديك الساعه، كاين اللي صدع كنبدا نقرا القران الكريم. ومن ذاك الوقت وانا يعني اقل ما كنختم القران كنختمو جوج مرات في الشهر، يعني قبل كنت كنبقى شهور ما كنختمش القران الكريم، هذه الحقيقه هي. فكنتسائل انا احنا زعما هذا الشيء خصنا يعني هذا نقول لكم على القضيه اهم من كل شيء، اهم حتى من الانتخابات البلاد، خصنا حنا بعدا نكونوا يعني مصداق لهذا الشيء اللي تنقول. والناس الاخوان راه كيشوفوا دابا اذا جيتوا تشوفوا الحجم ديال الطعون التي يطعن فيها القران الكريم وكتاب والاسلام بصفه عامه غتلقاو بانها كثيره جدا، ولكن المسلمين ما كيديوهاش فيها. علاش؟ لان المسلمين كاين البعض كيتفتن بها، ولكن المسلمين عندهم الايمان بالله سبحانه وتعالى وعندهم الثقه في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الثقه هذه منذ 14 قرنا وزياده ولا تزال قويه ولا تزال بمعنى اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سياسي، ماشي سياسي فقط، لا هو سياسي بدون شك، هو اقام دوله كاع، ماشي دوله، اقام دول. شوفوا شحال من دوله قامت في الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب اليه، الامويه والعباسيه والعثمانيه والى اخره والعلويه والمرينيه واللي في افغانستان واللي في الهند واللي غير اللي في افريقيا راه بدون حساب. كانت في افريقيا دول ودول 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 قامت باسم الاسلام وعاشت ما شاء الله لن تعيش قرون، وانتهت كانت واحد الدوله في مالي كبيره بزاف 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 فين ولا فانتهت بون، ولكن عاشت قرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سياسي، هو اعظم سياسي في الدنيا، ولكن باش علاش بنى السياسه ديالو؟ بناها على انه هو كان هذا الشيء اللي تيقول ملتزم به على احسن الوجوه وافضلها في كل صغيره وكبيره، فالناس صدقوه وتقوا به. كيجي شي 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 بهلوك في اخر الزمان ويبدا يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له دار هذه لا ماشي هذه، ما كيديوش الناس فيه. لهذا بغيت نقول لكم واحد القضيه، انتم كسياسيين حتى الناس دابا كنشوفهم كيديروا السياسه بلا بوليميك، لا بوليميك يعني كيبلبلوا كيسحبلوا. انا شفت دابا واحد كيتسمى زعيم ديال اخر الزمان فهمتني ولا لا، مشى لشي لقاء عنده في الدار البيضاء قال لك السيد المرلوسي، داروا له صوره ديال الصفحه كامله شكون اللي فيها هو بوحده، وفينا هو الاخرين ما عرفناهمش واش كاينين ولا ما كاينينش، ولا كاينش فيها ولا كاين بزاف ولا اخرين، بمعنى اخر الكذب والبهتان والبوليميك ماشي البوليميك العربيه المزايدات والجدال جدال، يعني بمعنى اخر الى فهمتوني مزيان، الى فهمتوني شنو كنقول لكم،
إلى الناس عرفوكم وتاقوا فيكم وعرفوكم مستقيمين حقيقة، ما غيديوش في الهضرة الأخرى، لأنه ما يمكنش أنا كنعرف فلان كنعرفه يعني إنسان معقول ومستقيم وصدوق وتنفع الناس وإلى بحال اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم. حيتاش دابا الأخ اللي أخ والسلام يعني أخ ديال الرسول هذاك ما ينتظرش أنه يعمل شي حاجة زعما كثيرة. لا 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 بلا ما نسخوا الكاس نشربوا مباشرة. فهذه القضية المرجعية الإخوان اللي تنقول لكم طبعا هي وهذا الشيء هذا دابا احنا مهتمين به منذ كنا، ولكن باقي ما عطيناش الأهمية اللازمة حتى في الحركة، باقي ما عطيناش الأهمية اللازمة اللي كتخلي الإنسان السلوك ديالو تيكون قويم تقريبا 100%، باش يكون السلوك ديال الإنسان قوي شبه مستحيل، ولكن باش يكون قويم جدا ويقترب وإن استطعنا 100%. هذاك هو اللي بغيتي تقول النجاح، هذاك هو النجاح. وخا تجي الانتخابات ونجحوا فيها ولا ما نجحوش، وخا تجي الانتخابات نشوف ولا ما نشوفش، وخا تجي الانتخابات ويغشونا فيها ولا هذاك ما كيهمش، لانه داك الشيء هذاك الحاجه اللي هي فيها التخويض في داك الشيء كتكشف. ولكن الانسان اللي معقول وقوي ومستقيم هذاك بعد ان شاء الله. مرحبا الله يقول لهم يعني الانسان اللي هذاك ما هذاك لا يمكن ان تتزعزع ثقه الناس به. رجع سفر رجع باش المسلم هذا هو. لهذا يا اخواني هذا الحزب ديالنا انا معول عليه، ما عرفتش واش تذكروه ما كتذكروش، واحد الدرس درتو من الاول في التكوين الا كنتي شفتيه هذا مشيتيوش رجعوا شوفوه، ما عرفتوش واش كاين في الانترنت ولا لا، رجع ما كاين. اللي قبل ما يكون الاستاذ كيطالب يعني بالحقوق ولا الزيادات ولا قبل ما يكون الشيء الاخر، خص الاستاذ والمعلم والحرفي والتاجر والمواطن العادي ديالنا والطفل والتلميذ والطالب والطالبه هذا داك الشيء اللي حنا كنتكلموا عليه بالمعقول يعني يلتزمي طبعا شكلا ومضمونا الا كان ممكن شكلا، ولكن المضمون هو الاساس والمضمون القيمي هو الاساس الاخوان. لان علاش؟ لانه نقول لكم واحد القضيه، الشيء دابا الغربه بزاف منهم كيدخلوا للحياه العامه مزيانين، ولكن ملي كيدخلوا كيلقاو باللي الامور ما كتمشاش بالمعقول، فوط ما يصمدوا هما ويثبتوا تيبداو يدوروا مع 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 داك الشيء في الاخر ما تيبقى عارف الانسان شنو وجهه عنده، فهمتي ولا مره يدور هكا ما تيبقاوش عارفين القبله فين هي، فهمتي ولا. فالعداله والتنميه الدرجه الاولى ميزه هو لحد الان الحمد لله نعتز ونفتخر الحمد لله، يعني غير الاخوان ديالنا اللي دازوا في الشان العام يعني قالوا علينا كل شيء اللي حق واللي باطل واللي معقول اللي ماشي معقول، لكن لم يستطيعوا ان يطعنوا في ذمتنا، لم يستطيعوا ان يقولوا اننا مسنا المال العام، فهمتي ولا. وشوف شنو وقع لهذو اللي جاو دابا، انتم كتشوفوا زعما الحاله يعني ماشي هي. لهذا هذه القضيه ديال المرجعيه تنقولها لكم نعاودها لكم ناكدها لكم، وخصكم السي عبد الصمد تبدوا واحد المجهود، بل انا ما كرهتكمش تعملوا واحد اللجنه التربويه تنفكر هذه اللجنه التربويه تبقى تترقب ما ترى يعني في الاخوان وفي المجتمع وتحاول ان تعالجه، فهمتي ولا. لان هذا هو الاساس، عاد ديك الساعات يمكن نتكلموا على المدونه ولا نتكلموا على القوانين نتكلموا، اما الا كنا حتى حنا فهمتي ولا بحالهم فهمتي ولا يعني ما كاين والو صافي انتهى الكلام. ديك الساعات هما اللي غيغلبونا ما فيها الا ولا حتى علاش، لان المكر والخداع واللف والدوران والكلام في تجاره الكلام وكذا الى اخره، هذه هما محريفيه فيها فهمتي ولا يعني معنا ما نقول. اذا ما شاء الله اخوتي الكرام، حتى نعود الى موضوعنا الذي نحن بصدده اليوم، الذي هو لقاء تواصلي بين الامين العام وبين بين 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 اخوان ما استطعنا من الاقاليم، لانه سبق لي جيت عندكم في الجهه دي الحمد لله، وجوا الاخوان الله يجزيهم بخير. ودابا درنا واحد المسلسل ديال التواصل الجهوي، باش من جهه يعني نذكركم بما 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 نعتقد انه واجب ان نفعله ونذكركم، ومن جهه اخرى نستمع اليكم الى اخره. هذا العمل السياسي الاخوان الذي نحن بصدده، حيت دابا يعني لو نقولوا الناس دابا في السياسه عندهم يعني كاين اللي عنده يعني سند خارجي، كاين اللي عنده سند داخلي، كاين اللي عنده الفلوس، كاين اللي عنده كل واحد. احنا راه كتعرفوا فلوسكم، راه ما عندنا والو، ما ان شاء الله الله ما الله كنتمنى يكون معنا، يعني هو معنا ان شاء الله. احنا عندنا المهم احنا كنأملوا ان يكون الله معنا، وحتى يجوز لنا ان نقول عندنا الله، لانه دابا هذه القضيه وهذا بمعنى اخر انه احنا بحال داك الانسان اللي يعني فلاح بالمعقول، ماشي كيجيب شجر النخيل ويحطهم يعني ريت ما يدوز الملك ويعاود يمشي يجمعهم، لا، حنا كنغرسوا الشجره ونحضيوها ونقيوها ونسقيوها باش النهار اللي يدوز الملك فهمتي ولا يشوف شجره حقيقيه. الا كانت صغيره نقولوا له لا مساها صغيره، الا كانت متوسطه نقولوا له راها متوسطه، الا كانت كبيره راها كبيره، الا طاحت الله يمنها، ما باش نخرقوا عليه انا ما فهمتي ولا.
القضية هذه يعني هذه هي الطبيعة ديالنا، هذه دابا خاصكم تفهموني اش كنقصد، فهمتي ولا؟ يعني هذه هي الطبيعة ديالنا حنايا دابا خصنا. وواحد القضية أخرى اللي الإنسان ربما تيفهمها ولا ما تيفهمهاش، هو أن هذا الشيء مرتبط به مستقبل الأمة، لأنه دابا على حسب اللي كنت كنشوف ولا الغش داخل في كل شيء، وهذا دابا راه مصيبة. هذه نقول لكم راه شعوب ينتشر فيها الغش بهذه الطريقة يمكن أن تفقد استقلالها، ويمكن أن تفقد سيادتها، ويمكن أن تزول من الخريطة. الأخطاء بصفة عامة، ولكن الغش واحد منها، واحد منها. أنا اليوم شفت واحد الفيديو ديال واحد السيد مشي بواحد العود وضرب به واحد الجماعة ديال الشلابية وداوه ليه بالزبنو وخلصوا له اللي بغاو، وهو مسكين من تازر الكبير قالوا كلهم غيمشيو لجهنم، حكم عليهم أنهم كلهم غيمشيو لجهنم. ف يعني غير معقول، ما بقاش الثقة حتى في الأسواق ديالنا. يعني تدي حيوان تبيعو تولي فهمتي ولا، واخدين الزبنك وتيضرب بنادم ويبقاو يدوخوا الراس. هو راجل ممتاز مسكين، راجل ممتاز، راجل ديه كيما راجل ديه فهمتي ولا، ماشي البركان، ماشي البركان السجاد لا، هو ممتاز وضاروا به فهمتي ولا، وقالوا حتى في الاخر حكم عليهم قال هادو كاملين غيمشيو جد. دونك حنايا المسائل هذه زعما يعني ما 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 قامش على الغش، ما يمكنش على الغش، ولا قام على الغش غادي 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 سينتهي سيزول. هذا الشيء اللي تنقول لكم اللي وقع فيه هو انه هذوك الاخرين اللي كيمشي من السياسه بالغش والاكاذيب انت غادي تشوف داك الشيء، نعطيك شي بركه فهمتي ولا لا. هذوك ماشي تيكرهونا لاننا يعني لا، ما خصهمش يكونوا موجودين. الا كان ضروري خصنا نكونوا غشاشه بحالهم باش في الغش هما الغش ديالهم ينفع، لان الغش مع المعقول ما كينفعش. الله تعالى كيقول لا حنا بغينا نوليو غشاشه، غنوليو غشاشه بحالهم، وملي غنوليو غشاشه بحالهم ما غينفعش داك الشيء، لان هما كيعرفوا غشوا سي نورمال وحريفي. هذا شغل لا، هادو اش كيديروا؟ كيشوهوا العمل السياسي. كل حاجه وقعت الا يعني واحد المجهود باش يشوهوا كل واحد كيشتغل في السياسه، وكل حزب كيشتغل في السياسه، وخصوصا الا كان كيشتغل بالنيه، كيشتغل بالنيه. باش علاش؟ باش كيخصهم يعني الناس يفرون من السياسه، واذا فر الناس من السياسه يستفردوهم بها وفعلوا بها ما يشاءون. ولهذا كتلقى المغربي اول ما تيقول لك يعتز تيقول لك انا ما عندي التزام مع حتى شي حزب سياسي، اول باش كيبدل. وهو في الحقيقه خصو كل مغربي يدخل للسياسه. تم يمكن تسمح بشي حاجه اخرى، ولكن السياسه ما يمكنش تسمح بها. علاش؟ لان السياسه الاخوان راه داخله معك، اسمحوا لي نقول لكم هذه الكلمه، دابا غتدخل معنا حتى الفراش الزوجيه. الان فراش الزوجيه ستدخل معنا له، الى مشاو حتى دوزوا هذه القوانين اللي تيبغي، ومنها الاغتصاب الزوجي هكذا كيسموه. ماشي الفرنسيه. لا ماشي الاغتصاب. الاغتصاب والفيول كونجوغال. غادي تولي انت دابا كتقول انا ما دخلش للسياسه. انت ما دخلش للسياسه وهي غتدخل معاك لفراش الزوجيه. بلا ما نهضروا على المسائل الاخرى، بلا ما نهضروا على وديك الساعات وسير ديك الساعات ملي حين سوف يحكمك القانون وتدعي زوجتك انك اغتصبتها سواء كان ما تقوله صحيحا او لم يكن صحيحا، فازي اكسبليكي وجهه، سير ديك الساعات تشرح، ما عندك ما تشرح. وفي الاخر شنو غادي يبقى؟ ما غيبقاش الزواج، ما غيبقاش هذا الزواج كله، ما غاديش يبقى فهمتي ولا، وغيولي ستصبح الحياه فوضى. لهذا السياسه اللي كتقوم بها حيت جو سيبوز كو ملي كانت النتائج ديال 2021 يعني تقلقتي وبقى فيكم الحال، وجا عندي السي عبد الصمد طير له قال لي السي عليها حنا الدوله جينا غير نعاونوها واذا بها كذا وكذا وكذا. فهمتي ولا لا؟ الدوله السي عبد الصمد راه ماشي الدوله راه فيها ناس وناس عندهم مصالح. الاخوان سولوا شي واحد فيكم حرفي ولا استاذ ولا شحال يمكن له يربح في النهار مقابل اي مجهود؟ ستجدون انه يعني كيربح باش يعيش بالكاد بطريقه نسبيه معقوله ببذل مجهود كبير ان لم يكن خيالي. ولكن هما عندهم الريع، إذا كتفهموا شنو هو الريع، الريع هو أموال تأخذ مثلا أنا إلا عطيتك الإذن باش تستغل هذاك ديال الرمال، مقلع ديال الرمال، شحال يمكن له يرد عليا السيد حسن؟ قول لي واخا أنت ما عندك لا مقلع على 77 ما عندك لا مقلع شحال يمكن له يرد عليا؟ يعني ديك الساعات يمكن تتكلم على شي حاجة بحال 10 20 30 40 مليون في النهار. كيف غيدير هذا اللي كيربح 20 ولا 30 ولا 40 مليون في النهار؟ كيف غيدير يعني يقبل انه واحد بحالك انت غادي تجي تضيقها به او لا تطالع عليه؟ خصو على اكثر تقدير، الا كان ولا بدا وطلعتك الجماهير يدور معك ويسكتك الا ما كانش يصفيها لك. هادشي كاين في السياسه فهمتي الاخوان. ولهذا يعني السياسه الاخوان يعني
واحد الحاجة يعني واجبة شرعيا، واجبة شرعيا أنه يعني يعني الإنسان يعني خصو يخلص وخصو يتضايق مع هذا. وطبعا أنا نضفت معكم على المقالة كل المقالة وكان أمور أخرى كثيرة إلى آخره إلى آخره. فكيف تتخيلون أن أمثال هؤلاء سوف يقبلون أن تكونوا؟ فهم يحاولون ولا يحاولون أن يتخلصوا من أمثالكم بأي طريقة كانت. طريقة الحد 21 اللي وقع ذلك الشيء قلت لكم مش نوقع يعني تصورتي أنه ولكن شو الحل؟ هل نذهب لنجلس في بيوتنا ونقنع بما رزقنا الله ونعيش سالمين هادئين؟ لن يتركونا، لأنه هذا الشهادة ولا فيه التعليم ولا فيه الصحة ولا فيه يعني الأحوال الشخصية ولا فيه يعني حتى الأمن ديالكم في الشارع وفيزافي ديال رجال الأمن وديال رجال الدراك وديال يعني إلا انتشر الفساد كيوصل حتى لهذو بطبيعة الحال والقضاء ولست أدري ماذا. فمع الوقت ما عرفتش أنا كيفاش تتخيلوا الناس للتعايش مع الفساد. لا يستقي دابا أنتم دابا إلا شديتي لي منا شنيت هذا الأخ هذا مستعين لا عطيتك السي مستعين يعني ليمونة فيها شوية الفساد تقدر تنقيها وتاكلها هذاك الشيء كندير أنا ولكن الحق اللي لقيت شي نصائح قلت ولكن لا كانت فاسدة بزاف ممكن صافي تاكل الحق راه معناها راه نفس الشيء راه المجتمع إذا كثر فيه الفساد فهمتي ولا ما تيبقاش صالح للحياة تيخصك تشدو كلوح وغيتلاح. ولهذا هذه القضية هذه ديال وأنا تنتكلم معكم دابا على الصلاح الشخصي لا منكم على الصلاح الشخصي من دعوتكم على الصلاح الشخصي من تدافعكم مع الفاسدين. وشوفوا دابا شحال ديال الناس يعني اللي دابا متابعين وشوفوا من دابا واحد القضيه ما تتنشرش الاحوال ديالهم. لو كان يتنشر الاحوال ديال بعض الناس بحال هادو لا هذاك ديال فاس ولا الاخر ديال وزنيقه ولا ما عرفش وتشوف شنو عندهم من العجب العجاب وتقول كي داروا دركوا هذا الشيء كامل سي امبوسيبل يعني من المستحيل. هذا الشيء هذا جاء بالفساد بالريح بالتواطؤ يعني يعطيني نعطيك سكت عليا سكت عليك الى اخره الى اخره. في الاخر انت دابا كملتيها وليتي استاذ ولا معلم ولا مهندس ولا طبيب ولا عندك حانوت ولا الحمد لله مديبان راسك. ولدك مسكين كي غيدير اش غيدير ولدك؟ غيقرا ما كاينش اللي يوظفو غيمشي للتجاره غادي يلقى اللي غيضيق به غادي كذا الى اخره. هادشي اللي وقع دابا في المغرب اللي هضرتي معاه الافاق تبدو مغلقه. لهذا نحن في حاجة إلى أن يعني ننخرط في السياسة ونصبر عليها ونقاوم فيها. دابا اليوم إحنا دابا في يعني في المغرب يعني ماشي يعني إحنا دابا يعني المغرب يعني مطروح الأيام هذه عدة أشياء. أول شيء مطروح القضية ديال الإفطار العلني. الإفطار العلني دابا هذو في الحقيقة شكون اللي كيمنعهم باش يفطروا؟ حتى شي واحد. ولكن عندهم الغرض يحطموا القدسيه ديال الصيام في الاوساط الشعبيه لانه ملي كتجي للمدينه كتدخل لماكدونالدز تاكل لي بغيتي كاين قهوه تيحلوا وتعطيو للناس اللي بغاو. وحنا كنظنوا بلي هذه القضيه الافطار العلني يعني هي من الناحيه الشرعيه ولكن دابا هذو المقصود ديالهم هو تحطيم. علاش لانه كاين في هذا الشيء مستويات كاين اللي نيته سيئه وكاين اللي نيته حسنه ولكن ما فهمش كاين اللي نيته حسنه وما فهمش يقول لك انا بغيت الحريه انا عندي الحريه باش نفطر ولا ناكل نصوم هذاك تقول. ولكن كاين اللي نيته سيئه يريد ان يعني 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 يحطم قدسيه الصيام لكي يتجرا المواطن العادي على 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 الافطار فهمتي ولا علانيه على الافطار والافطار علانيه على على رمضان على الصيام. وشنو المقصود ديالو ما يبقاش الصيام؟ علاش ما يبقاش الصيام؟ لانه الذين يخططون لهؤلاء لان بزاف منهم اما نيتهم حسنه اما ما كيفهموش ان هنالك جهات في العالم تخطط لكي يصبح الانسان بدون مناعه. لانه فوز ايماجيني بيان دابا الولايات المتحده والغرب بصفه عامه وزيدوا عليه حتى روسيا وخا الحمد لله على الطفل ما تفقوش راه كانوا كيتفقوا باش يوليو جهه واحده ضد العالم كله. كتعرف تعقلوا على هذه المرحله هذه رجب الله تخاصموا مع بوتين واش ما عرفوش كتعقلوا على هذا الشيء تخاصموا مع بوتين واهانوه في واحد الغداء ما بغى حد يجلس معاه فهمتي ولا وجمع راسك في طيارته ورجع من تما قرر باش يتواجه معهم ضرب 2004 ولا شي حاجه ودابا بعد على الاقل جوج لانه جوج تقدر تلقى بيناتهم شي طريق فهمتي بالك شي واحد تتفقوا فهمتي ولا كتكون مصيبه. يعني دابا الولايات المتحده شنو مشكلتها؟ ماشي مشكلتها حاليا راه عندها كل شيء. مشكلتها المستقبل. الانسان الامريكي ولف يعيش بدون حدود كيقولوا هما تو سكو جو فو كونت جو فو اي لاو جو فو كل ما اريد متى ما اريد وفي اي مكان اريد يعني في العالم. فهذه الولايات المتحده
ولهذا بالنسبة إليهم ما خصش يكون يعني المناعة عند الشعوب اللي غادي نمشيو لها ونجيبوا منها الثروات ونجيبوا منها ونديو لها السلع ديالنا تشريها، وخصها تكون تابعة للسياسة ديالنا. خصنا ما نلقاوش اللي يقول لنا لا، وباش ما يقولش لنا لا خصنا نحكموا أسباب المناعة. وأول أسباب المناعة الشخصية القوية. ومنين كتجي الشخصية القوية؟ كتجي من الدين. هما دابا راه دارسين هادشي، ماشي اللي خبر اليوم، راه دارسين هادي قرون، هادي قرون هما كيدرسوا هاد العالم العربي والإسلامي، وغادي كيدرسوا راه وصلوا لواحد العدد ديال النتائج، وصلوا لواحد العدد ديال النتائج. وهذيك النتائج اللي وصلوا ليها كلها كتقول لهم هاد الناس ما حدهم كيقراو القرآن الكريم، ما حدهم كيربي ولادهم على الإسلام، ما حدهم راه دائما غيقول. ولهذا كتلقى باللي يعني دابز معاهم صدام وحطموه، دابز معاهم كذاب وحطموه، دابز معاهم الى اخره، دابز معاهم النصر وحطموه، حطموا الخلافه الاسلاميه، قسموا العالم الاسلامي. قراو هادشي الاخوان، قراو تشوفوا هاد الحكايات. انت لا قراو، كاين واحد الكتاب دابا ما تذكروش، راه موجود منشور، هو منشور ماشي راه تنشر واحد الوقت تفصل الاخوان ديال شي يهودي، قال لهم الخليج، كيهضر على الخليج، قال لهم الخليجيين كيربوا ولادهم على الاسلام وكذا، خصنا هادشي هذا نحيدوه ونحطموه وكذا. انت لا 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 فاش دخل هذا الجندر؟ شنو هو الجندر؟ الجندر شنو هو الجندر؟ هو ما كاينش الله، ما كاينش رجل، كاين بنادم. بنادم ماشي شغل كيكون رجل ولا امراه، لا في الوظائف لا في العسكر لا في الامن. علاش؟ باش يعني الخلط، وما تبقاش المهام كل واحد عنده واحد المهمه، وما تعرف الانسان راسو واش هو رجل ولا امراه. كاين واحد بنت فرنسيه دارت دعوه في المحكمه، ودارت فضيحه باش يحيدوا ليها من لاكارت ناسيونال لو سيكس واش هي غارسون ولا اون في، لانه هاد الانسان اللي كيتربى على الرجوله وعلى القيم وعلى المبادئ وعلى مخصوص. هما في الحقيقه بغاونا كنا نوليو عيالات وما كنولدوش جوج. علاش خصنا نكونوا كنا عيالات؟ باش تلقاو هما السهوله في التعامل. وعلاش ما نولدوش باش ما يكتموش العرب والمسلمين؟ هادشي هذا هو بغيت تقول المنطق اللي باش يتمشى، وما عرفتش انا فين غادي. ولهذا داخلين معنا في المدونه ديالنا، وداخلين معنا في الاحوال الشخصيه ديالنا. وهذا ولا لاحظتوا هادشي دابا راه جاي من قبل الاستعمار في فرنسا 1830 اللي وصلت الجزائريين قالوا لها ما تقيسيش الاحوال الشخصيه وما تقيسيش العبادات في المساجد. بقاو تبقاو تبعين توصلنا لهاد اللحظات هذه التي فيها يحاولون افساد كل شيء. ولهذا يعني ملي خرجت انا كنتكلم معهم، هذه ماشي دابا، هذه المده وانا كنتكلم داك الشيء، يعني بحال ما تقول جنونهم. لان هذا الشيء هذا خصو يدوز على الشعب المغربي بحال شي بحال الا عمركم شفتوا داك مولي كيجي عنده داك التعبان وكيبقى يغني له داك الشيء تيدور راسو الاخر تيدوق زعما باش يشدوا ياكلوا هكذاك. يعني بغاو يسلقونا بحال اللي كيسلقوا الجرانه، الا درتيها في الماء دافي وبقيتي كتسخن شويه بشويه 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 كتسلق بلا ما تنتبه، الا درتيها في الماء وسخون مره واحده كتنقص. هذا الشيء اللي بغاو يديروه. فاحنا جلالة الملك دار الوصف ديال الاصلاح باش نقول لكم الاصلاح هذا فيه تدخل خارجي. انتم عارفين المغرب تيمشي لواحد المنتظمات الدوليه وتيعطي تقارير على الحاله ديال المراه وديال الاسره وديال الاولاد والى اخره، حريه الصحافه وجنس الطرق. احنا عندنا استقلال نسبي. هادشي كتفهم ولا ما كتفهم؟ انا ما فهمتو حتى شفت. عندنا استقلال نسبي. هذا الاستقلال النسبي فهمتين ولا لا؟ يعني هذا الاستقلال النسبي لا يمكن مواجهته الا بالريزيستانس يعني المقاومه الشعبيه. لانه حتى رؤساء الدول راه ملي كيعيط عليهم بوش ولا بايدن ولا ترامب ولا الرئيس ديال فرنسا ولا فرنسا مابقاش بالمناسبه، راه حتى فرنسا كتعاني من هذا الشيء. فرنسا بعدا من الناحيه الاقتصاديه اصبحت تشعر واحد السيد قالوا لها فرنسا نيكست بلو. لانه علاش؟ لانه هذاك كيسينجر قال لهم اتخ لينمي être l'ami, être l'ennemi des États-Unis, c'est dangereux. Être l'ami des États-Unis, c'est fatal. أن تكون صديقا أن تكون عدوا للولايات المتحدة هذا أمر خطير. أن تكون صديقا للولايات المتحدة هذا أمر قاتل. فاتال ماشي هي قاتل، ولكن فاتال بمعنى يعني فاتال هي. علاش؟ لأنه الولايات المتحدة هي صديقة ديال فرنسا وبريطانيا، ولكن هي صديقة ديال راسها أولا قبل كل شيء.
وملي كتشوف راسها عندها مصالح ما كتبقاش تعقل على الاصدقاء ديالها. ملي مشات ضربات هذاك القادوس ديال الغاز اللي نورستريم كيظهر ليا كتعرفوه هذاك، علاش؟ باش المانيا ما توصلش بالغاز الروسي اللي الثمن ديالو بسيط وتشري من عندها ثلاثه المرات ولا اربعه المرات الثمن ضعف ديال الولايات المتحده. الولايات المتحده تريد ان تبقى مهيمنه على العالم، وهذا اذا شئنا ان نقول من الناحيه الغريزيه طبيعي، ولكن من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه المبدئيه هذا سي كاتاستروفيك. لانه دابا بالمناسبه راه الناس تيشكوا فيهم في كل شيء، كيشكوا فيهم اللي هما اللي داروا لي زيبيديمي، كيشكوا فيهم اللي دايرين مشاكل في الادويه، سي نورمال. كيفاش غتثق؟ ما عندكش كيفاش تثق، ما حدا عندهم اتساع وتاخذوا اللي بغاو وتيديروا اللي بغاو وكذا الى اخره، هما غاديين. ولكن ملي كيشعروا دابا الصين، اش جاب الصين للولايات المتحده؟ الصين فين؟ الصين كتسلف الاخوان للولايات المتحده كل نهار كل يوم، وهذا الكلام تنقول لكم غتكون دابا 15 عام جداد ولا 20 عام، 2 مليار ديال الدولار كل يوم كتعطيها لها وسير تسترجعها. إذا منطقيا ستكون معها مزيان، لا الصين يعني الولايات المتحدة تتشوفها تتقدم، دابا وصلت قريبة لها، غدا غادي تفوتها، إلا فاتها وبقات مستقلة الولايات المتحدة غادي تراجع القيمة ديالها، ولا تراجعت القيمة ديالها المواطن الأمريكي ما يبقاش عنده داك الشيء اللي إذا تيخصهم يفكروا كيفاش يديروا باش يحجموها من الآن. ولهذا راه كاينة بيناتهم معركة صامتة فهمتي ولا خطيرة جدا. لهذا يعني هذا الشيء دابا اللي كيعملوا بالنسبه فحنايا ملي سيدنا دار هذا الوش، حنا قلنا ماشي مشكل صافي سيدنا في الاخر عين لجنه، ديك اللجنه استدعتنا، درنا المذكره ديالنا، ديناها لهم فهمتيني ولا لا، رجعنا قلنا شي بس ما كاين، الاحزاب اليساريه خرجت مذكرات في هذاك الشيء ديالها اللي كتقول دائما، قلنا بون سي. وشويه كنشوفوا هذيك المنظمه ديال سميتها ولا المجلس الوطني لحقوق الانسان تيخرج واحد المذكره ما فيها حتى شي احترام و و و و والوقوف عند الامور التي متفقون عليها، لا الاسلام، لا الدستور، لا التقارير، لا التقديرات والتقدير ديال جلاله الملك، لا داكشي اللي بغاو المواطنين، لان المواطنين عبروا على رايهم في هذا الشيء، ما متفقينش مع 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 المساواة في الارض، ما باغيينش اش كيتسمى، ما باغيينش الاغتصاب الزوجي، ما باغيينش هذه الحكايات كلها، فهمتي ولا لا؟ هادشي عبروا عليه في دي سونداج، واش تبين معايا شويه ولا فهمتي؟ ما عبروا عليه في سونداج فهمتي ولا لا؟ وما خرجوا داك الشيء تقول حنا غنكونوا كفس من الولايات المتحده ولا من فرنسا. حنا قلنا اللهم ان هذا منكر، هذه مؤسسه ديال الدوله، والدوله اللي دايرها وفيها تعيين ملكي، خاص الناس هذو يحترموا على الاقل الحدود الحمراء، واذا به الخطوط الحمراء واذا به عملنا مذكره ردينا عليهم فهمتي ولا لا؟ هي هنايا هي دابا مذكرة، وقلنا يعني مذكرة حزب العدالة والتنمية حول المقترحات التوصيل التي تضمنها أنت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة الدولة الأسرية تخرج في هذه الصيغة هذه، كنتظر ذاك الترقيم كيسميه الترقيم القانوني ياك؟ خرج لا هذا مازال ما خرجش، لا مازال ما خرجش، مازال ما خرجش إلكترونيا، مازال ما خرجش إلكترونيا قلنا نديروا حول واحد الندوه صحفيه وداك الشيء، قال الناس تدريش لا واه يا ودي ما نديروش هذا الشيء، لا ما نديروش هذا الشيء، راه نصيفطوا غير اللجنه نحترموا. اذا حنايا ما بغينا لا نستغلوا هذا الشيء سياسيا ولا حتى شي حاجه، انت ولا حنا قلنا هذا الشيء غنديروه، واذا به الاحزاب اليساريه المعروفه اللي سي فيغ وداك الشيء نوضوا داروا اللقاء مشترك ومشاو في نفس الاتجاه. كاين واحد الكلمه ما ذكرتهاش في اللقاء ديال الدار البيضاء وهي اخطر كلمه الى اخره، هذيك الى اخره هذيك راها مصيبه، بمعنى اخر انه هادشي كلشي اللي قلنا وكاين اكثر من هادشي فهمتيني ولا لا، يعني الى اخره هذاك الى اخره فوقاش توقف فهمتيني ولا لا؟ فوقاش توقف؟ ما كناش عرفنا فوقاش توقف، والحاله انه هادشي هذا انفضح شانه في الدول الاخرى كما لا يخفى عليكم انت. ف هذه الاخر يوم انتبهت لحتى قرب اللقاء ولكن فلتت لي كنت غنقولها ما قلتهاش. فاحنا قلنا خصنا حتى حنايا نعبروا باللي راه المجتمع ما قامش هادشي، علاش؟ اعتبرنا داك الشيء اللي دار المجلس الوطني لحقوق الانسان واللي داروا هاد جوج ديال الاحزاب ضغط على اللجنه سياسي. وعملنا هذاك المهرجان اللي شارك فيه محمد خالد بطريقه مشرفه وشاركت فيه الاستاذ خالد بطريقه مشرفه وشاركوا فيه الاخوات ديالنا بطريقه رائعه. الحقيقه الاخوات ديالنا ما عمرنا سمعنا لهم في اللقاءات الجماهيريه بحال هكذاك، وكانوا كلهم تبارك الله رائعات، لا الاستاذه اللي قدمت الاستاذه الهام الوالي، ولا الاستاذه سعاده ابو سيف رئيسه المنظمه، ولا الاستاذه البقالي، وفضحوا المستور داك الشيء. شنو وقع من بعد؟ شنو؟ يعني نازيه معريج يعني ما شاء الله. شنو وقع؟ هذاك اللقاء
يعني بحال العافيه خرجت الحنوشه من النهار الاول بداو خارجين الحنوشه انت ولا وداك الحنوشه كل واحد اش تيقول ما معنى كل واحد اش تيقول معنى ما عارفينش قال لك اسيدي حنا درنا هذا الشيء قال لك باش نسترجعوا المكانه ديالنا كاع حيت بزيت كنت كنقول سبحان الله هاد الناس عارفين النيه ديالي انا ما عارفهاش يعني لانه ملي كتجي دير شي عمل تيمكن تكون عندك النيه انك تتعمل لله تيكون عندك النيه انه ربما هذا الشيء غيكون عندك كبير كسب سياسي وتيمكن يكون الامر مختلط ما كتقدرش انت تجذب كتحاول انت تصفي النيه ديالك ما استطعت هما عرفوا النيه ديالي وجزموا بانني اريد ان اعيد وانا نقول لكم واحد القضيه اذا عاد الشباب والحيويه والحركيه الى هذا الحزب بهذا الحال حنا كل شيء كيدل على اننا لم نفعل هذا وخصوصا اننا كتبنا هذه المذكره وما نشرناهاش بقينا ساكتين حتى شفناهم هما قال لك حنا بغينا نبتزوا الدوله العجب العجاب قال لك حنا بغينا هما اللي كيضغطوا على الدوله انا اللي فهمت ان بعض الجهات قالت ليهم يعني انه في هذه المراحل الاخيره اللي اللجنه كتشتغل خصهم يضغطوا سياسيا باش داك الشيء يجي اكثر ما يمكن يعني متجري على الحدود الشرعيه وكذا الى اخره هذا بطبيعه الحال خصهم يفهموا ان هذا الشيء هذا راه ماشي المواطنين راهما في حاله ضغط راه كاين اللي كيفهم شويه واللي كيبذل واحد المجهود باش فعملنا هذاك النشاط الحمد لله اللي كلكم كيظهر لي اما حضرتيو فيه اما يعني شفتيوه تبعتيوه مباشره اما شفتيوه من بعد شكون اللي باقي ما حضر فيه ما تبعوه ما شافوه ما بغيتوش تهزوا يديكم ياك انا الحمد لله لا الرباط كان حضوركم مشرفا جد 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 مشرف لانه انا كنت كنقدر الرباط يحضروا منه 200 واحد ولا 300 واحد واذا الجهه ولكن في الاخر حضرت 700 واحد يعني الرباط كان الله الرباط سمحوا لي كنخلط بين الجهه قالوا هاد الناس قال لك اسيدي فهمتي قال لك اسيدي هذا رد الاعتبار وانا اذا رجع الاعتبار الى الحزب لان هذه معركه احنا ما مشينا لهاش ما قلبناش عليها ولكن خضناها اعتقد بنيه حسنه وسوف نخوضها بما نستطيع ما دام ذلك ممكنا فهمتي ولا بكل الوسائل المشروعه بطبيعه الحال والا الاخوان السياسه راه هي السياسه راه ما يمكنلكش السياسه دير فيها يعني الصواب اللي في الاخر يعني تبقى كتعض يديك من الندم أقول لكم بكل صراحة باش تكون زعما الأمور واضحة. قال لك أسيدي قال لك حنا كنلوحوا بمسيرة مليونية، وشنو فيها إذا لوحنا بمسيرة مليونية؟ لا غير شنو فيها المسيرة كتكون قانونية وكتكون برخصة وكتكون شنو هو المشكل اللي درنا حنا مسيرة؟ هذا حقنا الطبيعي لأنه أنتم ضاغطين علينا بالمنتظم الدولي، ضاغطين علينا بالاجتماع ديال الأحزاب السياسية ديالكم. ضغطين علينا بالمنظمات اللي خديتي والرئاسات ديالها حنا عندنا بعد الله هذا الشعب كل واحد كيخرج داك الشيء اللي عنده سيتو شكون زعما الامور واضحه ولهذا اذا احتجنا ان نخرج يعني مسيره واذا تيسر لنا ان تكون مليونيه او اكثر انا ساكون سعيدا بهذا ما فهمتش انا علاش هذا الكلام هذا هذه الشتاء ما شاء الله قالوا قال لك اسيدي شدوهما في واحد القضيه قال لك تزويج طفلات ان عبد الله بن كيران مجرم لانه يدعو الى قالوا الى اغتصاب طفلات بمعنى ان هذه الامه هذه كلها هي مجرمين ومغتصبين الاباء ديالنا والاجداد ديالنا اللي تزوجوا الامهات ديالنا قبل ما يديروا 18 عام وهاد القضاه اللي كيحكموا دابا بهذا الشيء هذا هما مجرمين خصهم يمشيوا للحبس والحاله انه هذه القضيه هذه حنا قلناها وباقيين كنتمسكوا بها شنو هي هذه القضيه هذه؟ اولا انا كنتحداهم كلهم لانني تحديتهم قلت لهم اجيو تجمعوا قدامي ثلاثه تناقش معكم قال لك لا سيدي ما تناقشوش نديروا استفتاء لا ما نديروش استفتاء ايوا شنو نديروا؟ خصنا شي حاله نسير بالقضيه ياك ايوا راه هادو راه داك الشيء اللي كيديروا خطير راه الارهاب راه كي من المعتدلين ما تيبقاش عندهم اللي يسمع لهم كتحرك افكار اخرى في المجتمعات نسال الله سبحانه ونسيت نقول واحد القضيه ذاك النهار الدول اللي دارت هذا الشيء كامل راه يعني تدخلت ضربة بها ما بغيتش نذكر تونس ما بغيتش نذكر واحد العدد ديال الدول لان دابا علاش نقول لكم من الصح السياسه لانه دابا انتم عاجبكم الحال وجالسين في ديوركم وانتم وعائلتكم ولادكم كتقولوا الدنيا هي هذه ولكن هذا الشيء هذا لا قدر الله لان هذا تعريض الامه لسخط الله لانه كتجي لعند الله سبحانه وتعالى وتبدا كتناقش انت وياه هو تيقول واتوا النساء صدقاتهن نحله وانت كتقول له الصداق
الصداقه تخلف وتحطم من شأن المراه. اذا لا لا علاش لا بالعكس انت لا انت فال 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 مشات لي شي حاجه مهمه ما بغيتش نتجدع من الضيع انت لا فال 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 يعني الناس اللي تكلمنا حنايا وقلنا هذه الوجهيه بداو تيقلبوا باش قال لك تزويج طفلات. اولا كنتحداهم يجيبوا شي دليل علمي من الغرب باللي الانسان اللي عنده فوق 15 عام طفل رجل او امراه. كاين اللي كيوقف الطفوله في 14 عام وكاين اللي كيوقفها في 15 عام. دخلوا الاخوان داك العجب ديالكم وسولوه قولوا لي شنو هو الحد ديال الطفوله يعني في اذا شئنا ان نقول يعني في المقاييس الدوليه. ما كاينش من بعد 14 ولا 15 عام طفل، من 15 عام الفوق فهمتيني ولا لا هذا ليس طفل. طبعا لا يعتبر رشيدا. وحنا كنقولوا داكشي اللي كاين في القانون انه دابا نيت معمول به انه البنت قبل من 18 عام ما كتزوج. ها كاين اللي كيوصل حتى ل 12 ماكسيموم 15. انا كنظن 14 عام تنزونا واخا 14. اسامه بن زيد قادر الجيش وعمره 16 سنه. اذا من 15 عام ل 18 عام قلنا القضيه كاينه في القضيه تبقى في القضيه. وقلنا من بعد بحث اجتماعي وصحي وموافقة البنت وموافقة الأب وموافقة الأم ويستقبل القاضي الأم البنت وحدها بدون أبويها باش ما يضغطوش عليها، لأنه كنشوف المصلحة الحقيقية ديال المجتمع. المجتمع في بعض الحالات في الغالب تتكون البنت بعد أقل من 16 عام مابقاتش كتزوج، شكون 16 عام من 16 ل 18 المعظم ديالهم تيكون باقي لهم 18 عام بضعة شهور على أكثر تقدير سنة، وتتكون الظروف كتسمح لنا الزواج. ماشي فوقاش ما بغيتي تمشي تشري يعني 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 باكيه ديال هادريس تمشي تشري. الزواج راه فرصه فهمتيني ولا؟ دابا الخبزه غير الخبزه، غير بردات ما كتبغيش تاخذها، خاصك الخبزه تكون سخونه ياك ولا واخا والدينا علمونا ناكل الخبز البارد حتى ناكل الخبز السخون. مازال القضيه ما بغاش تدوز ليا انا لان كنقول الخبز السخون كيجي زوين فهمتيني ولا لا؟ فهذيك البنت في الابان ديالها وهذا وصغيره وجميله وما كتقراش ملي كتكون كتقرا ما غاديش تهضر معاك، ما كتقراش لانها مسكينه بالباديه، لانها جاتها الاعداديه بعيده، لانها جاتها الثانويه بعيده، هذاك الشيء كتعرفوا ولا ما كتعرفوش، او 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 لانه جاءها زوج جيد وممتاز. هذا الشيء راه تيكون الاخوان شي واحد جا من طليان ولد مزيان معقول مستقيم بغى يتزوج، شاف واحد البنت عجبته تلاقى معاها هضر معاها عجبها الحاليه، او قصه غرام حب. حنا راه قضيه الحب انا راه بدا انا راه دخلت لهذه القضيه هذه منذ مده طويله جدا. اول مره مشيت كنخطب كان عندي 17 عام فهمتي ولا؟ فحب بين ذكر وانثى نخلي شنو نقول لهم ملي كنمنعوهم من الزواج؟ نقول لهم سيروا ديروا الفساد، ديروا اللي بغيتيه خارج القانون وخارج التأطير الاجتماعي. وداك الشيء تيتشعل عليه بعض المرات مواليد، وداك المواليد يعني الحل ديالهم دابا هو الاجهاض، وهذاك الاجهاض راه قتل. ولقيت باللي حنايا اسوأ من المشركين، حنا ولينا اسوأ من المشركين. انا بعدا ما نعرفش شحال ديال الدراري كيتقتلوا بداك الاجهاض، لانه هذوك المشركين كانوا كيخليو البنت حتى تزاد بهذا وتشم الدنيا وتعرف وتتوصل لواحد السن تيبقى باها تيدور ديك الفكره في راسو وتيبقى مخلوع فهمتي ولا؟ واش قتلها واش ما قتلهاش لانه كيحبها لان بنته سي نورمال، ولكن في نفس الوقت يخافوا من العار ويخافوا ان تاكل معه الى اخره. في بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى نزل ايه كتزعزعني انا لحد ان واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. فاحنا ما كنخليوهاش تخرج، كندخلوا للقاط وكندوا نخرجوا واش عمرهم شفتوا شي، كندخلوا للقاط وكندوا نقطعوا ذاك الطفل طرف طرف. واش كاين شي واحد فيكم طبيب ولا ما كاينش؟ سولوا هذيك الاخت الادريسي سميتها ديال الدار البيضاء حنان، هذيك حنان دارت واحد النهار واحد العرض هنايا فهمتيني ولا؟ قطع لي القلب ديالي انا. يعني داك الطفل سبحان الله داك الجنين اللي تيكون في البطن ديال الام ديالو ملي كيشعر بانه يراد به سوء تيبدا يهرب مسكين، تيبدا يهرب في الرحيم وتيتبعوه هما بداك القاطع اللي قطعوا فيه طرف طرف طرف. وكاين اللي كيكون وصل 6 شهور و7 شهور تيكون تشكل وتيكون هذا ماشي مجرمين. قال لك المراه حره في جسدها، ليست حره في جسدها وليست حره في جنينها. انت ليست حرة طبعا، ليس جزءا منها، هو مخلوق اخر. واذا ترك لحال سبيله الراجح انه سيولد. كيف هذا الشيء؟ كيفاش هذا الشيء الاخوان بغيتونا حنا نسكتوا عليه؟ كيفاش بغيتونا ما نديروش السياسه؟ حنا كنديروا السياسه يعني لله ثم لمصلحه يعني المجتمع، مصلحه الوطن، مصلحه الدوله، ثم لمصلحه حزبنا. ماشي عيب، ماشي عيب. فهاد الناس هادو يعني خرجوا تيقولوا اننا يعني تنحافظوا على الفتنه. سبحان الله، اللي خرج كيطالب احكام قانونيه مخالفه للقران، مخالفه للاعراف. ودابا بغيت غير نفهم واحد القضيه. طيب انتم ما كتقولوهاش، قال لك سيدي الصداق يبدا يضربوا الرئيس ديال الحاله المدنيه. بقيت كنقول
بقيت كنقول رئيس الحاله المدنيه كذا ضابط الحاله المدنيه بقيت كنقول هذا الصداع هذا الصداع ما فيها لا اله الا الله كاين العدول محترمين كيديروا كيديروا عقود شرعيه الناس كيجيو كيجيبوا من الدار ولا كيمشيو لعندهم تيديروا بسم الله تيديروا اش داهم هذو الضابط ديال الحاله المدنيه شكون هو الضابط ديال الحاله المدنيه حنا عرفناه ما عرفناش نتينا ولا لا وكيفاش هادشي كيفاش كيصطاص لقيت بلي داكشي دابا خصنا حنا نشبهوا الاخرين صافي خصنا نشبهوا الفرنسويين اللي كيعقدوا يعني الزواج في الأمريكا بالمناسبه كيمشيو للكنيسه ولكن الدوله لا تعتبره بالزواج الكنسي تعتبر بالزواج ديال دونك هذه غير المرحله الاولى من بعد يقول لك لا بغيت تزوج سير 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 بلا ما نتكلموا على انت يا للعجب يا للعجب يا للعجب طبعا كيمشيو حيت حنا ماشي ضد الاصلاح وماشي حتى لانه كنعرفوا بلي هادشي فيه ضغوط دوليه وحنا في النهايه تنقبلوا باش نيسروا وان كان هما تيقول لك لا الاحترام ديال مقاصد الشريعه شكون اللي كيقرر مقاصد الشريعه هما شنو هي مقاصد الشريعه هي المساواه حنا قررنا المساواه انت سير اجتهد وجيب لنا المساواه ملفوفه بالمقاصد ديال الشريعه اذا لاتخذوك خليل هذيك الساعات غنسكتوا عليك ونقولوا لا لا رجعي لا ارهابي لا تاسيدي قولوا اللي بغيتي مقاصد الشريعه ماشي نتوما اللي كتحددوها حددوها العلماء ولا كان عندكم شي اجتهاد قولوه لنا قولوا لنا علاش بنيتي قولوا لنا علاش بنيتي منع تعدد الزوجات قولوا لنا علاش بنيتي حيت يا كنقول كتقولوا المقاصد وريونا المقاصد وريونا المآلات شنو مشكلتكم اولا بعدا تعدد الزوجات ما بقاش مشكل ما موجودش فين هو تعدد الزوجات شحال عندنا من واحد هنايا قاعد الزوجه ديالو تهز يديكم شكون اللي هنايا عنده جوج عيالات شكون تا واحد ها لا تا واحد ولا قليل بزاف تعدد الزوجات النسبه ديالو الحقيقيه في نسبه الزواج 0.6% فعلاش جاي تحل مشكل ما موجودش هذا اولا ثانيا حنا دابا حنا بهذا النمط ديال العيش ديالنا الجديد وهادشي راه مشينا في المنع ديال تعدد الزوجات ودرنا فيه شروط وقوانين لانه قال لك خاص يكون العدل الى اخره وخاص تكون القدره على النفقه ما كان مشكل هادشي كلشي دوزناه فهمتيني ولا لا ودابا لا خصنا منع تعدد الزوجات نهائيا ايوا وملي انا واحد النهار مشيت للاردن دزنا على تونس طلع معايا واحد تونسي وداك التونسي كيظهر شخصيه طلع معاه المدير ديال المطار تاع الطياره اللي قدامي طبعا نقول لكم في اللي انا ملي وصلنا لتونس كنت مخلوع ما اول ما درت صليت الظهر والعصر باش الى جاو يهبطوني نكون بعدا صليت بعدا هي مثلا طلع جلست قدامي داك السيد بديت تنهضر انا وياك تعرف انا كيعجبني نتذكر وكذا الى اخره الراجل متحفظ خايف حنا طلعنا في الطياره غادي للاردن مع الوقت تطلق شويه طاق تطلق بدا تيعاود تا تقفية ملي مشينا قال لي انا راني دبلوماسي وكنت كنخدم في المغرب بقيت في المغرب عدد ديال السنوات دابا خرجت من الاداره وليت كنبيع ونشري في التمور انا غادي نبيع التمور في الاردن قال لي قلت له نظره كي دايره القضيه عندكم قال لي مجي فينا هذا دابا عضو ديال الدوله قال لي بعدا هو ملي كيكون راجع للدار ديالو في الليل قال لي ثلاثه المرات كيوقفوه في البراج ثلاث مرات باش تعرفوا انتم النعمه ديال الله عليكم اللي كتخرجوا من دوركم وانتم جايين الى اخره قال لي يعني واحد السيد مراته جاها شلل نصفي ما بقاش عندها القدره باش تقوم حتى بشي دور ديال الادوار ديال الزوج هو راجل باقي صغير وباقي عنده امكانيات وداك الشيء وعزيز عليه ما بغاش يطلقها ما تزوج تشدوه داو الحبس قال لك الا لقاوك مع الخليله ديالك ما كاين مشكل الا لقاوك مع الزوجه الثانيه يدوك الحبس وهذا راه ماشي اخ بعيد باش يكون اخ تيظهر مواطن تونسي عادي ماشي بعيد يكون متدين شويه ماشي بعيد ولكن ما بان لي حتى شي حاجه فهادو يعني ضد المصلحه ديال المجتمع وان كان بعض المرات كتكون يعني امور اخرى اللي غيوقع الاخوان وان الرجل عوضاً يتزوج زوجه ثانيه وان كنت انا لست من دعاه الزواج الثاني في هذا الزمن الا عند الاضطرار لانه ما يعني تحمل مسؤوليه اسره واحده صعب فكيف كيف كيف باسرتين يعني هذا من الصعب جدا ولكن في بعض الاحيان كتكون ظروف انت لا وهذيك الظروف شنو غتكون النتيجه ديال هذا الشيء الرجل اللي غادي يكون مزير باش يتزوج لسبب او لاخر اش غادي يدير حتى وحده ما كتجاوب واش تبعيني ولا ما تبعيني انتما خايفين تجاوبوني تزوج لكم ورجع لكم غادي يطلق المراه الاولى وغادي تشتت وصار هذا الشيء اللي كاين واش دانا حنا لواحد الحاجه ما كايناش ان بروبليم كيكزيست با هاد الناس هادو كيعالجوا مشاكل غير موجوده هادو كيعالجوا مشكل المساواه ماشي مشكل الزواج كيعالجوا
جابوا لنا انجيل المساواه من المنتظم الغربي وقالوا لنا نطبقوا هذا الشيء، وإلا كان كيضايقكم هذا الشيء في الشريعه ديالكم اجتهدوا انتم. وهذا يعني المملكه المغربيه دوله اسلاميه، المملكه المغربيه فيها دستور ينص على ذلك، المملكه المغربيه يحكمها رجل يقول انه امير المؤمنين ويقول انه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، المملكه المغربيه الشعب الذي لا مقابلش هذا الشيء هذا، ومع ذلك يقال هذا الكلام ويكرر. فما بقى عندنا باش نواجهوا الاخوان بالله هذا الشيء هذا. طبعا انا قلت لهم ودي خلينا نشوفوا شنو هذو الناس اللي داروا هذا الشيء اللي وصلوا. خصني نسلش عليكم وليداتي، قول هاد الناس هادو فين وصلوا. انا قلت لكم نختصر لكم الكلام، هما يسون باسي دي مارياج، يسون باسي دو لا شاستوتي، لانهم عندهم المسيحيين عندهم واحد تعليمات كنسيه فظيعه، تيقول لك من نظر الى زوجته بشهوه فقد زنى. يعني ما هذه القضيه ديال الاستمتاع، تيقول لك هو الزواج سي لا بروكرياسيون، جاو هادو قالوا لهم نو سي لا ريكرياسيون، ماشي الولاده هو الاستمتاع. والحقيقه الاسلام كان معتدل، تيقول لهم بجوج لا بروكرياسيون اي لا ريكرياسيون، او تيخصك ولا حملات مراتك وجامعتيها فانت زاني. فهما كانوا ضيقين بزاف شويه، دازوا من هذا الشيء هذا للحريه الجنسيه صافي، اللي بغيتي سيكسيال ولا اللي بغى يدير شي حاجه براسو تيديرها، يكون متزوج ولا ما يكونش متزوج، الا الناس اللي كان عندهم يعني لو بغينا نقولوا التزام معين بهذه المبادئ هذه القيم. واحد الوقت شويه دازوا حيدوا المارياج وداروا الكونكوبيناج. شنو هو الكونكوبيناج؟ الكونكوبيناج هو الراجل كيشوف المراه اللي هضر معها عجبته عجبها، اما هي كتجي في الشنطه ديالها وكتجي عنده للدار، ولا هو كيهز الشنطه ديالو يمشي عندها للدار، محدوم متفقين ومتحابين وكذا الى اخره. الامور مزيانه ماشي هي هذيك تيخص تيقول لا جمع راسك زيد مع الطريق، ما كاين لا حساب لا الاولاد. سميتها هذيك اللي كانت واخده هولندا سيغولين رويال، عندها اربعه الاولاد مع هولندا بلا زواج، تيظهر دابا غتزوج دابا، وهي من اسره مسيحيه، هي اسره مسيحيه متدينه اي نومبروز، عندهم فامي نومبروز. جات لعندي انا اللي كنت رئيس الحكومه، وعلى كل حال عجبها الحال اللي جات لعندي وهضرت معايا، ما عرفتش شنو عجبها بالكلام ديال انت الراجل، مش انا اللي عجبتها لان ما في بيجه على الاقل ما بقى في بيجه انت. يعني داروا الكونكوبيناج، داروا لا ليبرتي سيكسيال، داروا جاتهم السيده قالوا لا شاستي، بقاو تيخبط في النهايه فين وصلوا دابا؟ هذا هو العجب العجاب. انا الاخوان قلت لكم نعاود لكم غتكونوا سمعتوا هادشي، انا متبع الفلسطينيين من 73، هذه 50 عام ونتبع متبع الاعلام ديالهم والصحافه ديالهم والمسرحيه، وتعجبني ذاك المسرح ديالهم ما نخبيش عليكم، وفيه كلشي داكشي تيدور على الغوايه من السياسه للدين والغوايه، غوايه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وما بقات لا حدود لا خيانه زوجيه لا والو. حتى وصلنا دابا ان الرجال اصبحوا ينفرون من النساء، والنساء يتخوفن من العلاقة، هل سيكون اغتصابا، هل سيكون بإرادة، هل كذا، فهمتني لا وحكاية نض. فتيقوله ما نعرفوش هادشي انتم سمعتيه ولا لا، انني قلتو دابا في البرامج ديالهم هادشي موجود، يعني الا دخلتي وراه كاين عاود خرج لي داك اللي درتي قصي جمال الاولى لو سيكس لامور سونتيمون، لو سيكس لامور حتى لامور، يعني حتى العلاقات الجنسية بغض النظر عن هما زواج، هذا برنامج داروه وجابوا فيه متخصصين تيهضروا، وحده سميتها انا غريف دو سيكس هكذا، فهمتي دخلوا للانترنت وجبدوا وشوفوا هادشي. قال له كيقول لك باللي من هنا ل 2030 ما غتبقاش العلاقات الجنسيه في فرنسا نهائيا. دابا هادو شنو باغيين يديروا؟ باغيين يحطموا الاسره. علاش بغاو يحطموا الاسره؟ علاش يحطموا الاسره؟ لا يحطموا الاسره من بعد يحطموا، علاش؟ لان الاسره الاخوان غير المراه والراجل غير كيتزوجوا اش كيبداو يديروا؟ تفكروا اقتصدوا باش يخليوا الفلوس لوليداتهم باش يربيوهم باش يقريوهم، تيقتصدوا في الماكله تيقتصدوا في اللباس، تيقتصدوا في الماكله تيقتصدوا في اللباس تيقتصدوا. هما هاد المواطن ما عاجبهمش، ما خصهم المراه ما يكونوش عندها الاولاد، خصهم المراه تكون مشغوله بالمكياج وتدخن مار البورو وتمشي للقهوه وتشرب الشراب وتلبس الموضه، هذه هي المراه اللي خدامه معهم، ما هذيك المراه اللي كتدخل وتلبس واحد اللباس يعني لو بغينا نقولوا حاله اللي لبسنا فهمتي ولا كنبقى لابس حتى يعني واش بغاو هذيك؟ ما غتخدم لهمش لاندستري، ما غتخدم لهمش، ما خصهم ما غتكميش كاع غتفكر في وليداتها غيشوفوها كتكمي، ما غتشربش الشراب، ما غيخدموش، هذا ما تيخصهم لاندستري ديالهم في الغرب ولاندستري ديال امريكا بالخصوص دور تروج، وهذا الشيء هذا تيخصو بنادم اللي ماشي مستقيم، وثم 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 خاصهم ما يكونوش الناس بحال الرجال اللي في غزه، خاص الرجال. الاخوان خاصكم تعرفوا القضيه، شوفوا الدراري ديال الاوساط اللي ماشي متدينه وسولوهم قول لهم هذا واش كيهمك هذا الشيء اللي وقع في فلسطين؟ ايوا باش مشطون دابا مشطون ماكنونا، يعني صدر ان بوت هدف تيولي تيولي هدف انه ياكل ماكدونالد ويشرب ويكمي مار البورو، كيشعر بلي هذاك الشيء
كيعطيه هو قيمه، فهمتيني ولا؟ متعه ما يمكنش نتخيل انا باللي الماكله ديال ماكدونالد احسن من الماكله ديال الدور ديال الغار، احسن ماكله في العالم ديال الغار فين مشيتي. ولكن الاشهار ولا عارف شنو، وداك الشيء راه مصيبه ماشي صحيه. يعني راه داك الشيء السبب اللي علاش تيعجب الانسان تيولي اديكت هو جوج الحوايج، الدهون والسكريات. كاين السكر، كاين في الخبز، كاين في اللحم، كاين في الحوت، كاين كلشي. وداك الدرتيني شري داك الشيء وجيبوه حطوه واحد المده وتشوف كيفاش غادي يولي، كاين الهواء ما تيبقى فيه ما يتكال، فهمتيني ولا؟ لهذا الاخوان ديالنا هادشي كلشي اللي تنقول لكم ونعاود لكم وغنكون عييتكم به، راه ماشي انا مسالي بغيت نجي نشكي عليكم فهمتي ولا، وانتم مسالين جايين تسمعوا الازليه ديال سيد دويزاد، راه لا انا انتم راه حنا مشغولين، ولكن راه هذا واجب اقول لكم واكرر لكم، خاصكم هذه الشهاده تاخذوها بعين الاعتبار وتبنيوا عليه الحياه ديالكم بالمرجعيه والرجوله والمبادئ والقيم ووليداتكم، وتقولوا للعالم وتجريوا وتجري، لانه صحيح قال لك هذاك بغى يخرج على 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 التعليمات ديال الملكه، التعليمات ديال الملكه انا اللي تمنيتها وانا اللي احترمتها وانا اللي وانتم اللي بغيتوا تخرجوا عليها وانتم اللي بغيتوا. وانا غنقول لكم واحد الكلمه، ما يمكنش تخليوا، قلت لكم هذه من زمان الا كتعقلوا، ما عمركم تخليوا الملك ديالكم بوحدو، لان الملوك عندهم واحد القاعده اصليه وهي ما يصطدموش بالشعوب ديالهم. الا بدا كيبان بكي الاجماع على هذا الشيء غيدوز ولا ما يدوزش؟ غيدوز. لهذا خاص الشعوب تشعر، خاص الشعوب توعى، خاص الشعوب تحرك، خاص الشعوب تعبر. والشعوب راه ماشي هي عبد الاله الكلام، صافي عبد الاله الكلام راه هضر وتكلم، خاص انت لا صافي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.